سكتوحة. اهلا. وسهلا. امال فين ست الكل ام العروسه؟ تعبانه شويه ودخلت تنام. الف لا باس عليها. يعني بص كده يا بطل ابطال. الله حلوه قوي. عيني ناوي ايه؟ دي حاجه كده مؤقته عشان كنت مستعجل، لكن بعد كده تنزل العروسة تنقي أغلى وأحلى شبكة فيكي يا بلد. بس إحنا مش موافقين يا كيمو. والله؟ وده كلامك بقى ولا كلام أمك؟ إحنا الاتنين. بس أنا بقى موافقة. يا عيني لا، طالما العروسة موافقة يبقى نقول مبروك. بسم الله. هات بطل الأبطال. هنا؟ أيوه. عجبتك؟ قوي. طب سمعينا بقى زقروطة كده جلدين البلد. انت انا وزقروطة بس يا واد انت واو بس منورة حماتي. ما تقوليش يا حماتي، لم المقاطيعك دول ويلا بره. جري يا ماما في ايه؟ خراسي اوعي تقولي يا ماما جايبه لي بلطجيه بلطجوا عليا في بيتي. بقول لك ايه يا اما، اهدي على نفسك كده ما تفسنيش. ولا اطلع بره. بقول لك ايه، لام امك بدل ما اقل منها. تقل من مين يا عديم التربيه انت؟ اطلع بره يالا. اتلم يا بنت. لا، من النهارده في راجل في البيت، يعني انت وامك تسكتوا وتسمعوا الكلام، وانت يا ابني انت وهو. يلا عايز فكك من نكد الحريم ده. ليلة ليلة بتانا وزرو. ولا ما اسمعش صوت. انا ما عزمتش الحكومه. واحنا ما فتناش الواجب يا كيمو. الحقنا يا باشا، الحقنا، العيال دي جايه تتهجم علينا في البيت كمان. مش كفايه انك بتتاجر في المخدرات يا كيمو؟ مخدرات يا باشتنا، ايه اللي حضرتك بتقوله ده؟ ده النهارده خطبت، يعني المفروض تقول لي مبروك. بص اهو. طب يلا يا اخويا، يلا نكمل فرحك في القسم. يا باشتنا ما تعكرش عليا ليلتي. وانت معايا يالا انت وهو؟ ولا نعرفه يا باشا، ده مدينا فلوس عشان نيجي نهيص ونهل. مال عظيم، الصحاب كلها بقت خسيسة. يلا هاتوا يا باشتنا. والله يا ابدا ما عملتش حاجة يا باشا.